الهاشتاجات الأكثر انتشارا على تويتر: بحث في صفحة أحد المشاهير على إنستغرام، وامرأة في 103 أعوام من عمرها تقفز من طائرة، ودرجة جديدة للطيران، ولكن هذه المرة مع الأمتعة. معكم علي فتوح وحلقة جديدة من دبل كليك. أهلا بكم من جديد. يبدو أننا سنبدأ أغلب حلقاتنا من صفحة ترامب على تويتر، باعتبار أنه الشخصية الأكثر إثارة للجدل على هذا الموقع. الرئيس الأمريكي يهاجم وسائل الإعلام والصحافة من جديد، ولكن هذه المرة دون أن يسمي الجهة الإعلامية المقصودة. وهذه المرة وصف الصحافة بعدم الأمانة قائلا: لم يحدث في تاريخ بلادنا أن أصبحت الصحافة بهذا القدر من عدم الأمانة كما هي اليوم. الأخبار التي يجب أن تكون جيدة أصبحت سيئة، والأخبار السيئة أصبحت مريعة. الكثير من الأخبار كالقصة الحقيقية مع روسيا وكلينتون والمؤتمر الوطني الديمقراطي لا يتم تغطيتها، شيء في غاية السوء. التغريدة الثانية لليوم لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: رغم انشغالها بتطورات البريكزيت، إلا أنها لم تنسى أن تهنئ المرأة البريطانية على مرور 100 عام على قدرتها على الانتخابات. وكتبت: لقد مرت 100 سنة منذ أن شهدت الانتخابات البريطانية قدرة النساء على الاقتراع. أنا فخورة بالتقدم الذي أحرزناه لتصبح أصوات النساء مسموعة، وأنا ملتزمة شخصيا بالتأكد من قدرة النساء على استغلال الفرص لدخول عالم السياسة. بالحديث عن تيريزا ماي، تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لموقف اعتبره البعض محرج نوعا ما، حيث أقفل باب السيارة التي كانت بداخلها أثناء وصولها للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعد عدة محاولات فتح الباب بشكل طبيعي. لكن بالطبع عدسات المصورين والصحافة التقطت هذا الفيديو وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بالتشبيه الأمثل لما يحصل في البريكزيت. وإلى فقرة ترند: أقل سعر تذكرة الطيران على الإطلاق، ستخرج قبل جميع المسافرين وستأخذ حقيبتك قبل الجميع. كيف ذلك وهي أرخص سعر تذكرة على الإطلاق؟ انتظر، التكلفة المادية جردت رحلتك من النوافذ والتكييف وحتى دخول الحمام. كيف ذلك؟ لنشاهد الفيديو سويا. درجة الركاب الجديدة، درجة خزانة الأمتعة، والمستحدثة خصيصا لتصميم تجربة طيران فريدة بأسعار غير مسبوقة. هذا ما نشرته شركة طيران أديل السعودية عبر صفحتها على تويتر، وذكرت أنها ستطلق خدمة درجة خزانة الأمتعة بداية العام القادم. هاشتاج درجة خزانة الأمتعة كان من أوائل ترند في السعودية، ولاقى الفيديو استغراب العديد من المتابعين. غالبيتهم استنكروا فكرة عدم قدرة دخول الحمام أو عدم وجود تكييف، ولكن كل ذلك كان حيلة تسويقية ذكية، حيث نشرت صفحة الشركة على تويتر فيديو تقول فيه: ترى نمزح، وقالوا إن السفر على درجتهم الاقتصادية لا يحتاج للسفر في خزانة الأمتعة، ذلك في دلالة على أن أسعارهم مناسبة للجميع. أطرف التغريدات كانت مثل هذا الفيديو الذي نشره أحد المغردين مع الهاشتاغ قائلا: وصول ركاب طيران أديل، ناشرا فيه فيديو لمسافرين يخرجون على شريط الحقائب. ومثلا هذه التغريدة أيضا بعنوان: الخطوة القادمة. في الصورة يظهر أحد المسافرين معلقا على جناح الطائرة على أنها الخطوة التالية بعد السفر داخل خزانة الحقائب. أما التغريدة الأخيرة فيظهر فيها شخص مغلف بالنايلون على أنه وزن زائد، وكانت بعنوان: هذا شكل من عنده وزن زايد. لو كنت سأنصحكم بمتابعة أحدهم على إنستغرام، فأنا أنصح بمتابعة ثاني أغنى شخص في العالم، بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، والذي تقدر ثروته بنحو 95 مليار دولار حاليا. بيل غيتس لديه أقل من 100 منشور، يهتم بشكل كبير وواضح بالكتب، يعطي نصائح لأفضل الكتب التي قام بقراءتها، حتى أنه يقابل بعض الكتاب ويقوم بالتقاط صور معهم وينشرها على إنستغرام، ولا ينسى تقييم كتبهم بشكل واضح لمتابعيه. بيل غيتس نشر منذ فترة قريبة فيديو له كتب
عليه، أحب أخذ وإعطاء الكتب خلال العطلات. لو كنت تبحث عن أفكار إليك أكثر الكتب التي أحببت في 2018. The holidays are a great time to read new books. Here's a few of my favorites. Educated by Tara Westover. It's interesting that she's such a good writer. I mean, to go from growing up in Idaho, homeschooled, and I'm just going to do what my dad says, to being a Cambridge PhD, she not only found a way out. كما نشر صورة مميزة جدا له ولصديقه وارن بافيت، معبرا عن امتنانه لبافيت لأنه يقوم بأخذه من المطار كلما زار مدينة أماها في نبراسكا، قائلا: أنا صبور على فتح باب الطائرة لأني أعرف أن بافيت سينتظرني هناك، وهذا يعني العالم لي. أما الصورة الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات فهي صورته مع زوجته ميليندا بمناسبة عيد مولدها، قائلا: إن الحياة أفضل وأنا أعرف أنك سندي. وحصلت هذه الصورة على أكثر من 300,000 إعجاب. يتابع بيل غيتس عدد قليل جدا، نحو 30 حساب على إنستغرام، منها صفحة شركته مايكروسوفت وصفحة ناسا وباراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق وزوجته ميليندا وصفحة إنستغرام الرسمية. أما القصص الخاصة أو الستوريز في صفحة بيل غيتس فكانت أيضا عبارة عن نصائح لأفضل الكتب التي قرأها، مع رابط لمعرفة المزيد. جرعة أدرينالين في يوتيوب هذا الأسبوع. فيديو اليوم التقط لسيدة تبلغ من العمر 103 أعوام وهي تقفز بالمظلة في بلدة ويلينغتون الأسترالية، وذلك بهدف نشر الوعي بمرض العصبون الحركي. وفقا لما نشرته صفحة مركز SA سكاي دايفينغ على فيسبوك، توفيت ابنة أوشي منذ سنوات عديدة بمرض العصبون الحركي، وأرادت أوشي أن تستخدم قفزتها باعتبارها أكبر شخص يقفز قفزا حرا بالمظلات لنشر التوعية بالمرض والتعريف بسبل اكتشافه وعلاجه وكيفية الوقاية منه. لم يكن هناك ما يقف أمام هذه المرأة التي تجاوزت 100 عام، فقد كانت مستعدة للانطلاق، وهذا ما جعلها تنال إعجاب الجميع. موقع CNBC عربية الأول عربيا في الأخبار الاقتصادية، كما يحتوي موقعنا على أخبار منوعة وفيديوهات كثيرة تخص المال والأعمال والصحة، اللايف ستايل والتكنولوجيا والرياضة. لنذهب لأحد أعضاء فريق قسم نيو ميديا ليطلعنا على أبرز ما ورد على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي، وإلى الزميل فارس، أخبرنا ماذا لديك اليوم على صفحات CNBC عربية على موقع التواصل الاجتماعي. أهلا علي، بداية دعنا نتحدث عن صفحتنا على موقع فيسبوك، إذ كان لدينا الكثير من المنشورات المهمة لهذا الأسبوع، لعل أهمها تحليل للدم يكشف عن مرض السرطان. ما هو الجديد في هذا التحليل؟ الجديد في هذا التحليل أنه يكشف عن مرض السرطان خلال 10 دقائق فقط. وكان لدينا أيضا صورة عن الدين العام الأمريكي خلال 20 عاما، أي من العام 1998 إلى العام 2018، إذ زادت حصة الفرد الأمريكي من هذا الدين 45,000 دولار. وبالانتقال إلى حسابنا على موقع تويتر، نجد أكثر التغريدات تفاعلا مقطعا من برنامج الزميل جول هوا خبر خام، يتحدث عن مؤسس علامة زارة التجارية وكيف أنه بدأ من الصفر ليصبح من أكبر رجال الأعمال في العالم. ولدينا أيضا صورة عن ترتيب دول العالم من حيث التعليم، تقول أن سويسرا تحتل المركز الأول في التعليم عالميا. وبالانتقال إلى حسابنا على إنستغرام، كانت أكثر الصور تفاعلا
رسم بياني لسهم جونسون أند جونسون. طبعا من المعروف أن سهم جونسون أند جونسون خسر 10% خلال جلسة تداول واحدة نتيجة تقرير يقول أن جونسون أند جونسون كانت تعلم بوجود مواد مسرطنة في بودرة الأطفال التي تصنعها. ولدينا أيضا صورة عن حجم الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس عالميا. هذا كان أبرز ما لدينا على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع CNBC عربية www.cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باسم CNBC عربية وعلى انستغرام باسم CNBC عربية TV. تحية مني ومن فريق البرنامج وشكرا لكم.